شكرا. السيد نائب، عن حرمان بعض الصحفيين والصحفيات من الحصول على البطاقة المهنية وتجديدها نسائلكم. جواب السيد الوزير. شكرا سيد الرئيس مرة أخرى، شكرا سيد نائب بداية على اهتمامكم بمختلف القضايا المرتبطة بالصحافة والصحفيين. وجوابا على سؤالكم، نخبركم فقط أن عملية المنح بطاقة الصحافة المهنية تندرج ضمن اختصاصات المجلس الوطني للصحافة طبقا للأحكام القانون رقم 913 المتعلق بإحداث هذا المجلس، وباعتباره هيئة مستقلة للتنظيم الذاتي لمهنة الصحافة، وكذا وفقا للقانون رقم 1523 بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر. هذا تتابع الوزارة عن ردود فعل عدد من الصحفيات والصحفيين تجاه تدبير اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر للعملية منح البطاقة الصحفية المهنية لأول مرة أو تجديدها برسم سنة 2024، ومراعاة منها للأحكام الدستور لا سيما الفصل 28 منه، وأحكام مدونة الصحافة والنشر والنصوص المتخذة لتطبيقها والتي تؤكد على استقلالية مهنة الصحافة ووسائل الإعلام. فإن البت في ملفات طلبات الحصول على البطاقة الصحفية المهنية هو من خصائص لجنة البطاقة الصحافة، والوزارة لا تتوفر لصلاحية قانونية أو تنظيمية للتدخل في مجال اختصاص اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر. شكرا. شكرا سيد الوزير. تعقيب سيد نائب. شكرا سيد الوزير على هذه المعطيات. في الحقيقة كلنا كنعرفوا والأدوار الكبيرة التي يقوم بها للصحفيين من أجل تنوير الرأي العام، وباعتبار هذه المهنة شريفة فإنها فعلا تحتاج إلى تحسين. لذا منح بطاقة المهنة وفق شروط الاستحقاق والمهنية فيها رد الاعتبار لمهنة الصحافة، وكذلك ستساهم في تحسين ظروف العمل وكذلك العيش ديال المهنيين، لأن عدد من الصحفيين ما كيحصلوش على الحقوق المادية والاجتماعية ديالهم. غير أنه السيد الوزير، حرمان الصحفيين من هذه البطاقة قد يؤدي إلى نتائج عكسية، قد يؤدي بالبعض إلى الاشتغال في ظروف غير مؤطرة، وبالتالي هذا سيسيء إلى هذه المهنة وإلى وضعية الصحفي. لذا نحن في الفريق التجمعي نتابع بانشغال كبير فريق تجمعي مجريات مسطرة الحصول على بطاقة المهنة اللي كتمنحها اللجنة المؤقتة، واللي حقيقة انها تميزات بمجموعة من الاختلالات والصعوبات اللي نتج عليها حرمان عدد من الصحفيين والصحفيات، خاصة اللي كيتقاضوا اقل من 5800 درهم، ومنهم الصحفيين اللي كانت عندهم بطاقة الاعتماد في السنوات الماضية. لذلك سيد الوزير، كنعتقد بان هذا الاقصاء ما خداش بعين الاعتبار بان كاين واحد العدد ديال الصحفيين كيشتغلوا في اطار مقاولات متوسطه وصغيره ومقاولات جهويه اللي كيصعب عليها انها تلتزم وتوفر هذه الشروط. لذلك كنعتقد بانه قبل اقصاء هاد الصحفيين كان خص هذه المقاولات الصغرى والجهويه خصها الدعم، لانها كتلعب ادوار جد مهمه. لذلك ندعوكم السيد الوزير الى اتخاذ الاجراءات اللازمه لدعم ومساعده الصحفيين من اجل الحصول على هذه البطاقه. شكرا. شكرا سيد النائب. هل هناك تعقيب اضافي؟ تفضل السيد الوزير فيما تبقى من الوقت. شكرا سيدة الرئيسة. بالنسبة لبطاقة الصحافة أعتقد الجواب كان واضح، في المجال القانوني ديالو والدستوري راه واضح. أما الموضوع الثاني اللي تكلمت عليه هي مواكبة المقاولات الصحفية وخاصة المقاولات الجوية، كنتفق معك سيد نائب المحترم، وفي هذا الإطار مباشرة بعد التصويت على هذا المرسوم في المجلس الحكومي، وإلا وكان هناك لقاء مع المدراء الجويين لقطاع التواصل واللي كلفناهم باش يكون هناك لقاءات مع جميع المقاولات الجهوية، المقاولات الصحفية الجهوية، باش انا ذاك نساعدهم باش تكون واحد المواكبه ايجابيه لهذا المرسوم الجديد، وباش يستافدوا كجميع المقاولات الاخرى من هذا الدعم العمومي، لان الهدف مره اخرى مش نقوي واحد الصحافه ضد صحافه اخرى، لا بالعكس، بغينا حتى في الجهات تكون واحد صحافه جهويه قويه اللي غتساعدنا باش تعرف بالاعمال اللي كنقوموا بها الاخوه.